السادة الأكارم، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا، مرحبا بزهور الإبداع ورحيق الأخوة وشهد المحبة، فأنتم كما قال القائل: لله قوم إذا حلوا بمنزلة ساد السرور وساد الجود إنسار، تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أنهار، ونوركم يهتدي الساري لرؤيته كأنكم في ظلام الليل أقمار. لا أوحش الله جمعا من زيارتكم، يا من لكم في الحشا والقلب تذكار، وتشتهي العين منكم منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس أزهار. مرحبا بكم في المؤتمر الثالث للميثاق الوطني العراقي الذي يسلط الضوء على مشكلة العراق ومعاناة شعبه، والساعي إلى تفعيل القوى العراقية وتوحيد صفوفها والتنسيق مع القوى العربية للتصدي للمشروع الإيراني الخطير والاحتلالات الأخرى. وقد جاء المؤتمر بعنوان: رؤية وطنية واقعة للحل المنشود وإنقاذ العراق. وبسم الله وعلى بركة الله نفتتح مؤتمرنا هذا بكلمة المؤتمر يقدمها الدكتور يحيى الطائي، مساعد الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق وعضو الميثاق الوطني العراقي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمر اليوم الذكرى الثالثة لانبثاق الميثاق الوطني العراقي الذي يمثل عقدا سياسيا للقوى الوطنية العراقية المناهضة للاحتلال ولعمليته السياسية من خلال مبادئه وأهدافه المعبرة عن تمسكها الثابت والراسخ بوحدة العراق أرضاً وشعباً، لتشكل هذه القوى نواة لمشروع وطني جامع لكل العراقيين وعابر للطائفية والعرقية، أساسه المواطنة الصالحة في محاولة لإخراج العراق من واقعه المأساوي المؤلم لكل حر وشريف، في ظل عملية سياسية تعد صفحة من صفحات ترسيخ أهداف الاحتلال وتحقيقها في تقسيم العراق ومحو تاريخه المجيد وتدمير حاضره ومستقبله. إن ثالوث الشر الاحتلال والعملية السياسية والدستور الذي كتبه المحتل لم يجن العراقيون منها إلا الدمار الشامل في كل نواحي الحياة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فعلى المستوى السياسي لا يزال قراره السياسي مسلوب من قبل القوى التي جاءت مع المحتل، ومرهونا لدول كانت ملاذات آمنة للطبقة السياسية الحالية، فهي خاضعة للإملاءات الخارجية بعيدة عن مصلحة العراق والعراقيين. وعلى الجانب الاقتصادي، نهب وسلب ثروات العراق من أجل إحياء مشاريع لدول إقليمية على حساب العراق وثرواته وقوت شعبه، ومن ثم تكبيله بديون كثيرة والتي ستكون عبئاً ثقيلاً يدفع ثمنه أبناؤنا والأجيال القادمة. وكذلك انعدام الخدمات الإنسانية الضرورية من صحة وتعليم وضمان اجتماعي. أما على الصعيد الاجتماعي، فقد دأبت حكومات الاحتلال المتعاقبة على محاولة تفتيت نسيج المجتمع العراقي، وتبث سموم التفرقة بين أبناء الشعب الواحد من أجل خلق ولاءات ضيقة على حساب الهوية الوطنية الجامعة،
فالطبقة السياسية تعزف على أوتار الطائفية والعرقية باستمرار في وسائل إعلامها في ظل دستور غيب الهوية العراقية ونحر مفهوم المواطنة الحقيقي والولاء للوطن من خلال تقسيم أفراد الشعب الواحد إلى طوائف وأعراق. لقد أكدت قوى الميثاق منذ الاحتلال على الثوابت الوطنية ووحدة العراق، وبينت أن الاحتلال والعملية السياسية التي صنعها على عينه لا يمكن أن تنجب مشروعاً وطنياً ينعم العراقيون فيه بالأمن والأمان والاستقرار وتحقيق أهدافه في حياة حرة كريمة. وإن أهداف الميثاق جاءت منسجمة مع ما دعت إليه هذه القوى قبل اجتماعها في الميثاق، فكانت عضواً فاعلاً فيه. إن الميثاق الوطني العراقي الذي كان جامعاً للقوى الوطنية المناهضة للاحتلال وللعملياته السياسية مع تنوعها في متبنياتها الفكرية والسياسية، تقف على قاعدة واسعة من المشتركات بفعل هذا الميثاق الذي يمثل السقف الوطني لكل ساع لوحدة العراق. إن إنقاذ العراق لا يمكن أن يمر عبر قطار العملية السياسية التي سحقت أبناءه الشرفاء، ومبادئ الميثاق أصبحت تمثل إرادة الجماهير التي خرجت في ثورة تشرين المباركة. ومن هنا كان تزامن انعقاد المؤتمر الثالث مع تاريخ انطلاقها. إن الحاجة إلى التغيير المنشود هي مهمة وطنية وواجب على كل القوى الخيرة الساعية لإنقاذ العراق وأهله. ومن هذا المنطلق فإن أبواب الميثاق الوطني مفتوحة أمام كل القوى الوطنية العراقية المؤمنة بأهدافه لتحرير العراق من التبعية والانضمام إليه وفق الرؤية الواضحة المعالم. ويجب أن تتضافر كل الجهود وخاصة في هذه المرحلة مع زخم طلب الجماهير للتغيير الشامل في ظل وعي كامل لها بعد كشفها زيف الطبقة السياسية المتسلطة على رقابها، فخرجت في تظاهرات سلمية تطالب بحقها المشروع والذي سلب منها. وستنتصر إرادة الشعوب حتماً لأنها صاحبة الحق. ومن الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للدكتور يحيى الطائي على هذه الكلمة. والآن مع كلمة قوى الميثاق الوطني العراقي يتفضل بها الشيخ أحمد الغانم الأمين العام لمجلس عشائر جنوب العراق وعضو الميثاق الوطني العراقي، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا في الميثاق الوطني العراقي أن نرحب بكم في هذا المتنفس الجديد. نرحب بشخوصكم الكريمة فرداً فرداً، ونقدم لكم فائق الشكر وعظيم الامتنان على تلبيتكم هذه الدعوة والحضور والمساهمة في إنجاح مؤتمركم الموسوم رؤية وطنية واقعية للحل المنشود وإنقاذ العراق. من أجل العمل الجاد على ترجمة أهدافه النبيلة على أرض الواقع والسعي نحو التضامن البناء والتشارك الخلاق والعمل الهادف، انطلاقاً من غيرة وطنية صادقة
استناداً إلى الإحساس العميق بالانتماء للعراق والأمة، العراق الذي تم احتلاله من قوى قاشمة وأخرى غادرة تعاون على احتلال العراق وتدميره، وفرض عليه عملية سياسية بائسة، وجعلوا منه ساحة للصراع والتدافع لفرض الخطط والبرامج التي ترسم شكل حكوماته، بين أن تكون حكومات احتلالية أمريكية توجه فيها نفس إيراني، وبين أن تكون إيرانية خالصة فيها شخوص أمريكية تعمل كواجهة معارضة لإكساب اللعبة السياسية صبغة الشد والجذب والتناحرات التي توهم البعض بأن هناك عملية سياسية حقيقية تضم أغلبية نيابية وأقلية معارضة. والحقيقة أنهم جميعاً أدوات للاحتلالين الأمريكي والإيراني. أيها السادة الأفاضل، ونحن نجتمع في مؤتمر الميثاق الوطني العراقي الثالث، وقد تنوعت القوى التي تمثل العراق والأمة، إلا أننا نجتهد في المساهمة في إنقاذ المنطقة من المشاريع الهدامة التي تريد تقسيم العراق والدول العربية والإسلامية في سياق مشروع خبيث لغرض التفتيت وإذكاء صراع الهويات الفرعية على حساب الأوطان واستقرار شعوبها وأمنها، خدمة للكيان الصهيوني الذي يحتل فلسطين والمسجد الأقصى. ومن جهة أخرى، فإن العراق ومعه سوريا ولبنان واليمن يتعرضون لأبشع استيطان إرهابي تنفذه إيران وميليشياتها الإرهابية، ويهدف إلى التهجير والتغيير الديموغرافي، ومشروعهم هذا لن يتوقف عند هذه الحدود، فهم يسعون بكل الوسائل الممكنة إلى تخريب التعايش السلمي في كل دول المنطقة من خلال دعم المنظمات الإرهابية. ولذلك هم في العراق يدعمون الحوثي وميليشيا حسن نصر الله ومنظمة حزب العمال الكردستاني، ويرسلون المرتزقة والسلاح لقتل الشعب السوري، فضلاً عن إغراق المنطقة بالمخدرات. ولذلك نسعى في مؤتمرنا هذا إلى تصويب الأوضاع وكشف الحقائق وتأسيس اللبنة الأولى لوضع استراتيجية التصدي والنهوض للقوى الحية. ولقيادة شعوب المنطقة نحو استعادة السيادة والاستقرار بقرار يخضع لإرادة الشعوب وبما يحقق مصالحها. السادة الحضور الكرام، إننا جميعاً مطالبون بتفعيل العمل الجمعي. إننا جميعاً مطالبون بتفعيل العمل الجماعي نحو أهداف عامة تجمعنا على الرغم من خصوصياتنا المحلية واختلافات قضايانا التفصيلية، فنحن بأمس الحاجة إلى عمل جمعي رصين وفعال يسعى إلى النهوض بقضيتنا الكبرى ومهمتنا الرئيسة. ونحن في الميثاق الوطني العراقي نبذل قصارى جهدنا في تنفيذ ما يقع علينا من واجبات خدمة للعراق والأمة، آملين أن نجد دعماً قوياً من شعوبنا وتواصلاً حياً مع القوى الوطنية الأخرى في مختلف بلادنا، لنؤسس إطار التكامل في إداء رسالتنا وأمانتنا للأجيال القادمة على أحسن وجه. وفي الختام، نسأل الله أن نكون عند حسن ظن الجميع
لخدمة العراق والأمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للشيخ أحمد الغانم على كلمته هذا. والآن مع كلمة علامة العراق وكبير علمائه الشيخ الدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي، عضو الميثاق الوطني العراقي، وسألقيها نيابة عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله جل شأنه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أتفاءل بهذا المؤتمر وهذا التجمع الأخوي خيرا وبركة أن قدر الله له أن يعقد في شهر ظهور النور المحمدي إلى العالم أجمع، شهر ولادة سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. أيها الإخوة الأكارم، إن كتاب الله نص على إجراء المواثيق بين الأمة، وأمر بالالتزام بها في كثير من سوره، ومنها ميثاقه مع جميع النبيين: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فقد مدح من التزم به وذم من نكث به، فأرجو الله أن يجعل هذا الميثاق مستمدًا من هذا الميثاق. أيها الإخوة، الكل يعرف أن عراقنا الحبيب من عام 2003 يمر بمصائب ونكبات ينوء بها جميع شعبه، ومن أبرزها الاحتلال الأمريكي الذي احتله وسلمه إلى إيران. وإياكم والاغترار بما يجري بينهم في الإعلام من عداوة مفتعلة. إذا لابد لكل عراقي حر لا يؤمن بالتفرقة المذهبية والطائفية أن يأخذ بيد إخوانه الأحرار للوصول إلى شاطئ السلامة والحرية، وأن يتحاشى كل لفظ يشعر بالتفرقة أو المحاصصة المفرقة. كما وأتوجه إلى شعب العراق بالتآخي ووحدة القلوب وترك الحزازات القبلية المؤدية إلى سفك الدماء بغير حق، وأدعوهم إلى صيانة الأعراض والحفاظ على ثروات البلد من الفاسدين والسارقين، وإعادته إلى أهله بالخدمات والرفاهية للمحتاجين والفقراء والأيتام والأرامل، ليعود العراق شامخاً كما كان، وأن يعود إلى شرع الله تعالى والالتزام به في جميع شؤونه. أدعو الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الرحمن السعدي. والآن مع كلمة ضيف المؤتمر يتفضل بها الأستاذ سالم توما كاكو. شكراً للميثاق الوطني على دعوتي هذه، وأشكر جهودكم الداعية والعاملة على تخليص وإنقاذ الوطن والمواطن ومصلحته المنسية. أخوتي الأعزاء، خواتي الحضور، لا يكفينا أن نشتكي فقط ونشكو من الطائفية وآثارها التدميرية وما آلت إليه الأوضاع في العراق. يجب أن نفكر ملياً ونعمل جاهدين على إيجاد حل لإنقاذ البلد والخروج بطريق على طريق آمن وبطريق آمن لإنقاذ الوطن والمواطن. أنا بقناعتي الشخصية يجب أن نعمل على إنشاء وإقامة مصلحة وطنية مشتركة مبنية على مصلحة الوطن والمواطن، والتي لا تأتي إلا بنسيان الثأر والانتقام، التي إذا مشينا بطريقها لا تنتهي قد يجوز مئات السنين.
وتزداد وتتفاقم. فعلينا إيجاد طريقة للوصول إلى مؤتمر مصالحة شامل بين مكونات الشعب العراقي، مؤتمر مصالحة وطنية تنسى الثأر والانتقام إعادة. نحن من واجبنا العمل على خلق جو مثالي لقبول الآخر ونسيان الحقد وما أفرزته العملية السياسية العراقية. من واجبنا جاهدين بكل إمكانياتنا على خلق هذا الجو. أدعو الطرف أو الأطراف الأكثر قبولاً في العراق للعمل على تنظيم هكذا مؤتمر أو هكذا برنامج للمصالحة بعد أن تخرج جهودنا وتتكلل بالنجاح في من أجل إيجاد مناخ لقبول الآخر. وهناك تجربة في العراق، تجربة أقليم كردستان العراق سنة 91، أصدرت القيادة الكردستانية آنذاك العفو العام والشامل عن الجميع. لكنه لا ننسى هناك جرائم لا تغتفر ولا بإمكان وليس بإمكان القوانين الموجودة ولا الأعراف الإعفاء عن الجميع. هناك من يجب أن يدفع ضريبته ويجب أن من ينال جزاءه. أكرر مرة ثانية، أتمنى أن تتكلل جهودكم بالنجاح، لكن لا ننسى واجبنا الوطني، وشكرا جزيلا. شكرا للأستاذ سالم توماكاكو على هذه الكلمات الطيبة الصادقة. والآن حضرات الأكارم، ننتقل إلى الجلسة الأولى من مؤتمرنا هذا، وأدعو الإعلامي الدكتور سنان الشيخ لإدارتها، كما أدعو الأساتذة المحترمون إلى المنصة بالتوالي: الدكتور صباح الناصري، والدكتورة فاطمة العاني، والأستاذ إبراهيم العجيلي، والأستاذ وليد الزبيدي. فليتفضلوا جميعا إلى المنصة، مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ حضورنا الكرام وقائع الجلسة الأولى من برنامج المؤتمر للميثاق الوطني العراقي الثالث بدورته الثالثة، والذي جاء تحت شعار رؤية وطنية واقعية للحل المنشود وإنقاذ العراق، الذي عقد في اسطنبول في تركيا بتاريخ وافق الأول من تشرين الأول، وربما يكون يوما فارقا بتاريخ العراق أو يكون بداية لتاريخ فارق في العراق، حيث هناك شباب في العراق وضعوا قلوبهم في أكفهم لتخليص العراق من محنته التي طالت نحو عقدين من الزمن. أما هنا فالحضور الكريم يبدأ بهذه الجهود المباركة في تحت سقف الميثاق الوطني العراقي لإنقاذ العراق ومناصرة إخوانهم في الداخل. نبدأ وياكم وقائع الجلسة الأولى بكلمة للدكتور صباح الناصري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة يورك، بورقة عمل جاءت تحت عنوان إشكالية الدستور 2005. ثم بعد ذلك الورقة الثانية ستقدمها الدكتورة فاطمة العاني، وهي في هيئة العلاقات الدولية في بريطانيا وعضو الميثاق، وتقدم ورقة بعنوان انتهاك حقوق الإنسان في العراق. ثم بعد ذلك الأستاذ إبراهيم العجيلي عن الحزب الشيوعي اتحاد الشعب عضو الميثاق، وسيقدم ورقة تحت عنوان الحراك الشعبي بين التحديات والتغيير الشامل. ثم نختم وقائع الجلسة الأولى مع الأستاذ وليد الزبيدي عن المستقلين، وهو أيضا عضو في الميثاق، ويقدم ورقة بعنوان النظام السياسي في العراق وصفه وأثاره. نبدأ أولى أوراق العمل مع الدكتور صباح الناصري وإشكالية الدستور 2005، فلتتفضل. وإتاحة الفرصة لطرح بعض الأفكار. طبعاً
كان اللي عندي 7 دقائق. سنذكر بعد مضي 5 دقائق معذرة. اي كل اللي عندي 7 دقائق فاحاول اختصر بقدر الامكان، رغم ان مأساة العراق تحتاج مو 7 دقائق، تحتاج 7 سنين للتفكير والنقاش. المهم، اي رؤيه لخلاص العراق، اي رؤيه مستقبليه لخلاص العراق اللي تتضمن استراتيجيه وخارطه الطريق للانتقال الى الى الدوله العراقيه، يفترض اول شيء تشخيص المعضله الاساسيه، جوهر المشكله. شنو جوهر المشكله؟ اليوم طبعا نحتفل بالسنويه الثالثه لثوره تشرين، اللي هي حاولت وما زالت تحاول ان تتجاوز الطائفيه والعرقيه والمناطقيه والعشائريه و و و وتفرض الهويه الوطنيه للشعب العراقي مره اخرى. لو نظرنا الى 2005 من منظور اليوم راح نجد كل المشاكل الفوضى هذه خلف منطق معين، يعني سنة كاملة بعد الانتخابات عدم تشكيل حكومة، السلاح المنفلت، احتكار السلطة من نفس الأحزاب من 2003 إلى اليوم، العنف، التغييب، التهجير، السرقات، الفساد، قائمة طويلة. هذه كلها، الظواهر هذه كلها يكمن وراها منطق معين يوضح هذه الفوضى. إذن ما هي المعضلة الأساسية؟ المعضلة الأساسية هو ما يسمى دستور 2005، ما يسمى بلاغياً دستور 2005، لأنه حقيقة بالمعنى الفلسفي والقانوني هو ليس بدستور، إنما هو وثيقة محاصصة سياسية. الهدف من هذه الوثيقة في 2005 كان ليس إعادة بناء الدولة العراقية على أسس ديمقراطية، ليس إعادة تشكيل الأمة العراقية على أساس مبدأ المواطنة، ليس إعادة السيادة ووحدة الجغرافية السياسية للدولة العراقية، إنما كانت تهدف إلى 3 أشياء. والثلاثة أشياء هذه نظرة سريعة خاطفة إلى ما يسمى الدستور 2005 توضح يعني بكل تناقضاتها وخلافاتها والنواقص اللي بيها توضح هذا السياق اللي انكتبت به هذه الورقة في 2005. الهدف من دستور 2005، ولو ذكر مفرد الدستور حقيقة شكل غصة أنا ما أسميه دستور، خلينا نسميه هذه الوثيقة السياسية. الهدف منها كان إطفاء الشرعية على الاحتلال وسحب الشرعية من المقاومة ضد المحتل. هذا أول شيء. الشيء الثاني، إضفاء شرعية على ما تسمى أحزاب، وهي ليست أحزاب بالمفهوم السياسي، إنما عصبيات أو كيانات تسمي نفسها أحزاب ولكنها تفتقد يعني بديهيات مفهوم الحزب السياسي بالمعنى العلمي أو الأكاديمي. إضفاء شرعية على هذه الكيانات اللي أتت خلف الدبابة الأمريكية وليس فوق الدبابة الأمريكية، إنما خلف الدبابة الأمريكية، محتمية بالدبابة الأمريكية، إضفاء شرعية على سلطتها. هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة وهي الأهم باعتقادي، هي تمزيق لحمة الشعب العراقي وتفكيكه إلى هويات متناقضة مختلفة، مناطقية، عشائرية، مذهبية، دينية، إلخ إلخ إلخ. إذن المعضلة الأساسية في ورقة 2005 هي تغييب الدولة العراقية، تغييب الشعب كالمرجعية الأولى والأخيرة للسلطات، وتغييب روح الأمة العراقية بالمعنى الثقافي التاريخي الحضاري لهذه الأمة، وليس بالمعنى الطائفي أو العرقي أو المذهبي أو الدين. ونظرة خاطفة ستجدون أن هذه الوثيقة حتى في ديباجتها، في مدخلها، تجدون كل هذه التناقضات والصراعات على احتكار السلطة وكيف تفكك الشعب العراقي إلى وحدات أولية، عصبيات أولية
مذاهب وأديان وتنسف مبدأ المواطنة اللي هو حجر الزاوية لأي نظام ديمقراطي. لن تجدون مفردة المواطن أو المواطنة في دباجة وثيقة 2005. إذن هذه كانت منهجية وليست قضية تقنية أو اعتباطية. لماذا؟ لأنها تعكس مصالح خاصة متناقضة حاولت جهدها أن تقنن مصالحها الخاصة في هذه الوثيقة وتضفي عليها شرعية لا أكثر ولا أقل. إذن هذا ليس بدستور بالمعنى الفلسفي القانوني. الدستور لم يعكس روح هوية المنظومة الأخلاقية للأمة بمفهوم التاريخ والحضاري هو ليس بدستور. إذن نحن بحاجة إلى دستور جديد. البديل، مشكلتي أنا عندي بس دقيقتين يمكن، لو لا دقيقتين. طيب البديل، إحنا طرحنا مشروع اسميناه العقد الدستوري العراقي وليس العقد الاجتماعي، لأن العقد الاجتماعي بمفهوم السياسي حتى بالفكر السياسي في بداياته كان الهدف منه حقيقة هو احتكار العنف من قبل الدولة. الهدف منه كان في الفكر السياسي الغربي هو الأمن المجتمعي نتيجة الخلافات والحروب الأهلية والصراعات. ففكرة العقد الاجتماعي هو تقنين العنف وأن الدولة هي اللي تتمتلك شرعية احتكار واستخدام العنف لا أكثر ولا أقل. ولكن هذا يفترض، العقد الاجتماعي يفترض وجود شعب، وإلا كيف يتوافق أفراد الشعب بشكل عقلاني على أطفاء السيادة على سلطة مركزية تمثل الشعب، هذا تمثل إرادة الشعب إن لم يكن هنالك شعب. وبما أن وثيقة 2005 والاحتلال الأمريكي الإيراني للعراق الهدف منه كان تغييب الدولة والشعب العراقي إلى أجل غير مسمى، إذن لابد من إعادة تشكيل الشعب. فكرة العقد الدستوري العراقي هي وضع وثيقة أسميناها ما وثيقة ما قبل دستورية وليس ما فوق دستورية، لأنه كان هنالك دستور لتحدثنا عن ما فوق دستورية لإصلاح الدستور، ولكن بما أنه ليس هنالك دستور نتحدث عن وثيقة ما قبل دستورية تتضمن بعض المبادئ والأسس. هذه المبادئ والأسس، النقص في الوثيقة هو منهجية، القصد منه بأنها تطرح على كل القوى الوطنية لتمثل الشعب العراقي، القوى الاجتماعية السياسية المدنية إلى آخره، تناقش هذه الوثيقة والمبادئ وتضيف عليها مبادئ وأسس أخرى تنقحها تغيرها بحيث يساهم الشعب بأكمله في تشكيل هذه الوثيقة اللي ستصبح مستقبلاً جزء من الدستور العراقي. لأن وثيقة 2005 ليس فقط غيبت الدولة والشعب، إنما فرضت على الشعب العراقي، وهذا طبعاً كارثة بحق الشعب العراقي وغيبت الشعب العراقي وشرعيته، فرضت عليه شكل الدولة والنظام السياسي بدون فهم وخيار الشعب العراقي. إذن الوثيقة ما قبل الدستورية تطمح إلى إعطاء الفرصة إلى هذا الشعب أن يختار شكل النظام السياسي وشكل الدولة اللي تمثل هذا الشعب العراقي، ومن خلال مساهمة ممثلين الشعب في صياغة الوثيقة يمارس الشعب العراقي وأفراد الشعب العراقي حق المواطنة، لأن المواطنة ليست فقط شيء مكتوب في الدستور إنما هي ممارسة. من خلال الممارسة يشارك الشعب في كتابة هذه الوثيقة ويعبر عن إرادته وعن نفسه كي يصبح السلطة والمرجعية الأولى والأخيرة لكل السلطات. شكرا جزيلا. علوم السياسية في جامعة يورك. وربما هناك هاي ورمضات بسيطة من إشكالية دستور 2005 والحديث يطول، ولكن محكومون بالوقت. نتحول إلى الدكتورة فاطمة العاني، هيئة العلاقات الدولية في بريطانيا. خليك دكتورة في نفس المكان عفوا، وستقدم ورقة بعنوان انتهاك حقوق الإنسان في العراق. عفوا دكتورة، 7 دقائق ونذكر بعد 5. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكرام تحية طيبة. سوف أحاول أن ألخص في دقائق قليلة وأعطي لمحات بسيطة يعني لا ترتقي إلى مستوى الانتهاكات الحقوقية التي حدثت بالنسبة للعراق والعراقيين منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 لحد الآن. ومن هذه الانتهاكات حتى لا نضيع الوقت،
أوقاتكم الثمينة هي الانتهاكات أول الانتهاكات المتعلقة بتدابير مكافحة الإرهاب. فقد استغلت الحكومة العراقية والميليشيات قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب لارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين والمدن، وتم الزج بالكثير من الأبرياء في المعتقلات تعسفياً، وتم تهجير العديد من سكان المدن والقرى من أراضيهم ومصادرة عقاراتهم قسراً، ومئات الحالات القتل الخارج القانون. رافقت كل هذه التدابير الحكومية التي كانت تدعيها الحكومة. أيضاً من الملفات الحقوقية التي هي تعتبر من أبشع الانتهاكات هي التغييب القسري. عدد المغيبين قسرياً حسب التقارير الدولية يصل إلى ما يقرب من 250 ألف من المغيبين، أو قد يقترب من 1 مليون مغيب في العراق، وهذا يعتبر الأعلى في العالم. وخاصة هذا العدد قد ارتفع بعد عام 2014، وكما نعرف هو عام العمليات العسكرية ضد ما يسمى الإرهاب. ففي الموصل هناك أكثر من 70 ألف مغيب. منطقة الرزازة تم تغييب ما يقرب من 2600 شخص. في الصقلاوية 763 شخص. في السامراء 1085. في القائم 474. جرف الصخر 900 مغيب. ديالة 2827 مغيب. ناحية يثرب نحو 1000 مغيب. الشرقات أكثر من 1000 مغيب. سليمان بيك أكثر من 1000 مغيب. إضافة إلى ذلك فهناك 23 ألف مغيب إلى الآن لا يعرف مصيرهم، رغم مرور أكثر من 7 سنوات على اعتقالهم بحجة التدقيق الأمني. وطبعاً الجهات التي تقوم بالاعتقالات معروفة لدى الجميع، هي الجهات الحكومية والميليشيات. من الملفات التي تمثل مأساة الناس العراق هي مأساة النازحين. مأساة النازحين التي لم يوجد لها لحد الآن أي حل. حالياً بقي من النازحين ما يقرب من 1.5 مليون نازح. طبعاً هذا العدد كان قد وصل إلى 8 ملايين من النازحين. طبعاً لا ننسى أن هناك المهجرون خارج العراق والذين يبلغ عددهم 5 مليون مهجر. كل هذه التهجير والهجرة هي بدوافع نتيجة استغلال الطائفي والمشاريع التدميرية ضد العراق. أيضا هناك استيلاء الميليشيات المستمر على أراضي النازحين، وأيضا منعهم من العودة إلى مناطقهم الأصلية. من الملفات أيضا المهمة هناك حقوق الأقليات، خاصة إخوتنا الأزيديين في سنجار، إضافة إلى الانتهاك التي تمارس ضد أخوتنا المسيحيين والذين يتعرضون إلى حملات تهجير منظمة منذ عام 2003 في مختلف مناطق العراق ومحافظاته، من بغداد إلى البصرة إلى الكربلاء إلى النجف إلى الموصل. والميليشيات وأحزاب السلطة لا زالت تستمر بالاستيلاء على ممتلكاتهم وعقاراتهم وتهديدهم من أجل ترحيلهم قسراً عن مناطقهم. أيضا من الملفات المخيفة هي عقوبة الإعدام. العراق يحتل مركز متقدم كما هو معروف لديكم بعدد حالات الإعدام، وقد أصدرت حاليا الحكومة لحد الآن 25 ألف حكم بالإعدام. تم تنفيذ 50 عملية إعدام بصورة رسمية، أما عمليات الإعدام الغير رسمية فهي غير معروفة. ولا ننسى الإعدام خارج إطار القانون التي تقوم به الميليشيات والقوات الحكومية. هناك ملف آخر هو التعذيب وسوء المعاملة، وكما هو معروف أبشع عمليات التعذيب قد مورست بحق العراقيين في السجون وخارجها، وكل هذه وأغلبها بدوافع طائفية. وتم توثيق تصفيات جسدية لبعض من حتى أنهوا مدة حكمهم ووصلوا إلى مرحلة إطلاق السراح ولكن يتم تصفيتهم. وأبرز محطات التعذيب هي أثناء التحقيق من أجل انتزاع الاعترافات كما معروف لديكم.
الاستخدام المفرط للقوة لا زال سمة من سمات ومنهجية الحكومة العراقية، فمعروف آخرها هو ما حدث لمتظاهري ثورة تشرين 2019 ولحد الآن. هناك أيضا الانتهاكات بحق النساء وممارسة أبشع صنوف التعذيب والانتهاكات وصلت إلى حد الاغتصاب. طبعا لا ننسى أن أهم ما كان يمارس ضد النساء هو بجريرة ونتيجة الاتهام أحد أقاربهم وأزواجهم بالإرهاب. الحق في الحريات والأمن غير موجود في العراق، ولا زالت هناك الانتهاكات مستمرة ضد كل من يعبر عن رأيه والتغييب والاعتقال لكل الناشطين. أما بالنسبة لاستقلال القضاء والمحاكمات العادلة فهو غير موجود في العراق لحد الآن. هناك انعدام للعدالة الجنائية، كما أن قانون الإرهاب يتم تطبيقه بصورة طائفية وتمارس سياسة التمييز بحق من يتم اعتقالهم ويتم التصاق بهم تهمة الإرهاب التي تستند على وشاية المخبر السري كما معروف لديكم. وطبعا وصل الأمر إلى محاكمة أطفال لا تتجاوز عمرهم 9 سنوات بتهمة الإرهاب. شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة، والسلام عليكم ورحمة الله. أشكرك الشكر الجزيل الدكتورة فاطمة العاني عن هيئة العلاقات الدولية في بريطانيا وعضو الميثاق، وربما هذه رؤوس نقاط لحقيقة واقع انتهاك حقوق الإنسان في العراق. نتحول الآن إلى الأستاذ إبراهيم العجيلي عن الحزب الشيوعي واتحاد الشعب، وهو أيضا عضو في الميثاق، وسيقدم ورقة عن الحراك الشعبي بين التحديات والتغيير الشامل، ونحن على مشارف الأول من تشرين ومتظاهري تشرين سيبدأون بذلك. تفضل. أنقلكم تحيات شعبنا الثائر الرابض على الأرض. سيداتي سادتي الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحراك الشعبي بين التحديات والتغيير الشامل. نتقدم لكم بالشكر والتقدير على تلبيتكم الدعوة الميثاق الوطني العراقي للحضور والمشاركة في أعمال مؤتمرنا الوطني الثالث لاستعراض منجزاتنا النضالية واستعراض برنامج عملنا السياسي الذي يكتسب أهميته من اقترانه بالذكرى السنوية لثورة تشرين 2019 الوطنية الثالثة التي اكتسبت أهميتها وطابعها الثوري نحو التغيير من شعبيتها بمساهمة واسعة من الشرائح الاجتماعية متمثلة بالطلبة والعمال والفلاحين وأبناء العشائر الوطنية الثورية وريثة ثورة العشرين الوطنية الكبرى عام 1920 التي أسست لقيام الدولة العراقية الفتية على أسس من المساواة بين أبناء الشعب العراقي بالحقوق والواجبات دون تمييز بالانتماءات العرقية أو الطائفية. ولنستلهم برنامجنا الوطني للتغيير من مبادئها الوطنية الخلاقة. إن التحديات التي واجهت تطلعات الشعب العراقي الذي هو مستمر بنضاله الرامي إلى استعادة وطنه منذ عام 2003 عندما دخل الاحتلال الأمريكي البريطاني الإيراني عبر مراحل متعددة ابتدأها في مقاومة المحتل عسكرياً وسطر من خلالها ملاحم بطولية لن ينساها الغزاة، وما الفلوجة إلا شاهد حي على عنفوان الشعب العراقي واستبساله في الدفاع عن وطنه مروراً بالتظاهرات السلمية التي شهدها العراق حيث كان أبرزها ثورة 25 شباط عام 2011 التي خرجت بخمسين مدينة عراقية اختلطت فيها الدماء الزكية مع مكونات الشعب العراقي إلى تظاهرات المحافظات المنتفضة الست عام 2013 التي استمرت عاما من الاعتصامات المفتوحة ورفعت مطالب وطنية
تضامناً معها وأيدها جميع العراقيين، ولكنها قمعت بالحديد والنار. وما مجزرت حويجة وساحة اعتصام الرمادي وبغداد إلا شاهد على أكذوبة الديمقراطية التي يدعي المحتل وأدعياؤه إنهم أسسوها في العراق، واستمر الحراك الشعبي السلمي إلى أن انبثقت ثورة تشرين في 1/10/2019. وقد قدم، أنا لا أريد أستعرض الضحايا اللي قدمها شعبنا، لأن سبقتني منظمة حقوق الإنسان وذكرت أرقام دقيقة حول المختفين قسراً والشهداء والمعتقلين. وبالمناسبة اليوم مبكراً ملأت شوارع بغداد مظاهرات إخوانكم العراقيين في شوارع بغداد وفي جميع المحافظات بالعراق. وقد قدم الشباب الثائر فيما يقارب من الأرقام اللي أذيعت حالياً على مسامعكم، ومما تقدم نستطيع قياس حجم التضحيات الجسيمة التي قدمها شعبنا في خضم مواجهاته النضالية والمطالبات المشروعة من أجل أبسط حقوق الإنسان في الحياة الكريمة المفقودة كالماء والكهرباء والخدمات الصحية وتدني التعليم في جميع مستوياته وارتفاع نسبة الأمية وتفشي الرشوة والسرقة والنهب ومظالم التسلط الطائفي وتقاسم موارد الدولة غنائم توزعت بين الأحزاب وحيتان الفساد التي اشتدت قبضتها على جميع مفاصل السلطة والثورة والثروة الوطنية. من اللافت نسترعي اهتمامكم إلى حجم التضحيات التي قدمها شعبنا على طريق النضال السلمي، وأن حجم التضحيات بلغت عشرات الآلاف من الشهداء والمغيبين قسراً وضعفهم من المعتقلين، فضلاً عن ضحايا الكواتم والاغتيالات في ظل انتشار السلاح المنفلت والميليشيات الطائفية. طبعاً من المعتقلين ناس حكموا وتبرأت ساحتهم من التهم الموجهة لهم، لكنهم لا زالوا نائمين في السجون لسنين طويلة. وكما أن العصيان المدني هو أحد الأساليب الحراك الشعبي الناجح لإحداث التغيير، وقد جسدته الجماهير العراقية بامتناعها عن المشاركة في الانتخابات بنسبة تجاوزت 80%، وهو ما كشف زيف العملية السياسية الحالية التي وصلت إلى طريق مسدود وكشفت تبعية أحزابها وسيطرة الميليشيات عليها لصالح دول إقليمية وغربية. الحرية للسجناء والمغيبين، المج والخلود لشهداء شعبنا العراقي. وشكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. نشكركم الشكر الجزيل الأستاذ إبراهيم العجيلي، وورقته كانت الحراك الشعبي بين التحديات والتغيير الشامل، وبالتأكيد هناك تحديات كبيرة تواجه الشباب اليوم، نسأل الله لهم التوفيق. نختم وقائع الجلسة الأولى مع الأستاذ وليد الزبيدي وورقته بعنوان النظام السياسي في العراق وصفه وأثاره، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يكون من حقي أن أعترض على 7 دقائق للحديث عن حال العراق، ولكن أقول بأنني أستطيع أن أتحدث ساعات عن مآسي العراق، وكل واحد من حضراتكم في القاعة وخارج القاعة في العراق يتحدث ساعات، يعني ليس عبقرية من عندي أن أتحدث، لأن الجرائم المتراكمة والأهوال التي صنعتها العملية السياسية والحكومات هي التي تعكس هذا الواقع وهذه الصور اليومية التي تحصل في هذا البلد. منذ أواخر 2005 وأنا لظهور كثير في ندوات وفي فضائيات، وليش أواخر 2005؟ لأنه حتى نعطي فرصة للمدافعين عن العملية السياسية وعن الحكومات المتعاقبة. أنا أطرح للذين يدافعون عن أو أسأل يدافعون عن الحكومة طيلة تلك السنوات السؤال التالي: أعطوني إيجابية واحدة من 1000 لهذه العملية السياسية للحكومات، لن يستطيع أحد أن يقدم أو يجيب على هذا.
وكلما حصل يعني تقادم في العملية السياسية يتراجع كثيرون عن حتى المديح الزائف. ولهذا أن نحن نذكر فقط، أما التفاصيل فكثيرة والكل يعرفها يعني حارقتها أيضا. حتى لا أطيل عليكم، أنا يعني أعتقد خلاصة مشروع الميثاق الوطني العراقي ورسالته إلى الشعب العراقي تتمثل بثلاث أمور. الأمر الأول، لا تثقوا بأي حكومة مهما كانت أو دولة تتدخل في الشأن العراقي، وهذا ما جناه العراقيون من تدخلات دول كبرى وصغرى. الأمر الثاني، لا تقبلوا أي دستور يكتب من قبل دول أو شخصيات أو أشخاص لهم أطماع ولهم مصالح خاصة بدولهم، ولا تعتمدوا إلا الدستور الذي يحمي العراقيين. وكتابة الدستور السليم ليس مهمة صعبة جدا، بالعكس من أسهل ما يكون. الأمر الثالث، لا تثقوا بالذين عملوا وخدموا العملية السياسية والاحتلال، لا هم ولا أحزابهم ولا الأفكار التي اعتمدوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم الشكر الجزيل، ولم تتجاوز دقيقتين ونصف دكتور، رغم أنك يعني في إجابتك الكثير. شكرا لكم حضورنا، وشكرا للمتحدثين في الجلسة الأولى، دكتور صباح الناصري والدكتورة فاطمة العاني، ونشكر أيضا الأستاذ إبراهيم العجيلي والأستاذ وليد الزبيدي.